عليكم ومرحبا والف مرحبا في قناه الطب البديل والتداوي بالاعشاب. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم صيدليه للرضع. نعم صيدليه للرضع، هناك اعشاب ضروري ضروري تكون عند كل مرضعه لانها كتساعدنا في علاج الاطفال وكتكون بمثابه كنقولوا اسعافات للطفل ضروريه من وجود ديالها في حاله وجود اطفال. هي ايضا كتساعد الكبار والصغار، ولكن انا اخترت للاطفال لانها ما فيهاش اضرار ابدا. فحنايا دائما في الوقت اللي كنبغيو نستعملوا شي وصفه تنقولوا بان هناك اضرار، ولكن اليوم الوصفات ان شاء الله اللي نقدم لكم خاليه من الاضرار، ممكن يستعملوها الكبار والصغار. وانا خصصت اليوم للرضع. من بين هاد الاعشاب او هاد الاعشاب اللي خصها تكون عند الرضع هي الكمون الصوفي. الكمون الصوفي، شنو هو الكمون الصوفي؟ وعلى هاد الشكل هذا الكمون الصوفي عنده العديد والعديد من الفوائد. اولا كيفتح الشهيه ديال الاطفال ملي كيبغيو تناول الاحاد، حتى اللي كيكونوا كيتناولوا الحليب فهو كيفتح لهم الشهيه. وهو ايضا يسهل عمليه الهضم. كنعرفوا ان الرضع واخا كياخذوا غير الحليب، كاين اللي كياخذوا غير الحليب وكاين اللي من بعد كتدخلوا لهم الاطعمه في التغذيه ديالهم، فضروري ضروري موجود كمون صوفي لانه كيسهل عمليه الهضم. ايضا بالنسبه للام اللي كترضع ضروري من وجود كمون صوفي في البيت ديالها، لانه كيساعد هذا الكمون الصوفي على وجود الحليب او ادرار الحليب للام المرضعه. مهم للام ايضا، يعالج ايضا من مشاكل المتعلقه بالامساك والتبول عند الاطفال. كيقي من الحصى ومن الكلى اللي كتكون موجوده في الكلى، عفوا من الرمل واي مشاكل في الكلى. وايضا هو يقضي على الديدان اللي كتكون في المعده ديال الاطفال. ايضا يشفي من النزلات ديال البرد وكالسعال والانفلونزا. هو ضروري ضروري في الفتره ديال البرد اكثر من الفترات الاخرى. فهو كيف قلت لكم صيدليه ضروريه بالنسبه اللي عندهم الاطفال وايضا للكبار. انا خصصتها للاطفال لانها ما فيهاش اضرار، داكشي علاش ما نهضرش على الاضرار ديالها. ايضا كيساعد على عمليه التعرق. كنعرفوا بان العرق كيخرج سموم من الذات، فبالتالي كيخرج سموم اللي كيكونوا متواجدين عند الاطفال. ايضا بالنسبه للاطفال تيرعفوا، فضروري من الكمون الصوفي نعطيوه ليهم لانه كيعالج من هذا المشكل. هذا الاطفال اللي كيعانيوا من التبول ايضا خصنا نعطيو لهم الكمون الصوفي. فالكمون الصوفي يعالج البشره ايضا بالنسبه اللي عندهم الصدفيه والاكزيما واي مشكل جلدي، ضروري ما يشربوا الكمون الصوفي. وحتى الحبوب بالنسبه للشباب اللي يكون عندهم حبة شباب. ايضا الكمون الصوفي فهو يخلص من احتقان الثدي والخصيه. هو ايضا يشكل مسكن بالنسبه لالام ديال الاسنان اللي بالنسبه للاطفال كيديروا لهم اسنان ديالهم، وحتى الكبار ممكن نعطيوها لهم. كيستعملوه ايضا كيقلل نسبه الكوليسترول الضار ويفيد النساء الحوامل بشكل مفيد، خصوصا النساء اللي كتكون كتبقى تقيه اعزكم الله. ويساعد على علاج فقر الدم. هو باختصار صيدليه كتعالج ايضا عنده فيه كيعالج مشاكل ديال الكالسيوم، يعني مفيد للاطفال. كيساعد يقي من تصلب ديال الشرايين، كيحمي القلب وكيحمي من امراض السرطانيه. هو يخلص ايضا من انتفاخات اللي كتكون عند الاطفال، كتعندهم واحد الانتفاخات والقولون ومش جميع المشاكل كيخلصها لكم كمون صوفي. فضروري من وجود كمون صوفي في البيت، اي بيت كتواجد فيه طفل، ماشي هذا فقط بل اي بيت خصو تكون كتواجد فيه هذا الكمون الصوفي اللي هو صيدليه. بلا ما نكثر عليكم، عنده العديد العديد من المنافع. ان شاء الله غنستعملها لكم في وصفات اخرى ضروريه. انا خصصتها للرضع لان
كيف كيتواجد الطفل في الدار خصو يكون ضروري من الوجود ديال الكمون الصوفي، خصوصا يبقى الولد يبقى يغوت بحال هكا، فكنعطيو له هذا الكمون الصوفي لانه تقدر تكون عنده انتفاخات، يقدر عنده مشاكل، فكي بحال رحمه ديال الله سبحان الله فيما خلق من هذه الاعشاب، هذه العشبه فهي معجزه ضروري تكون عند الاطفال، كنوصيكم بها وتعطيوها لهم. فكيفاش طريقه ديال الاستعمال ديالها؟ طريقة ديال الاستعمال ديالها تقريبا بحال جميع الوصفات. هنايا عندي اعشاب اخرى، انا نهضر لكم بعدا على الكمون الصوفي. غادي نستعملو ناخذو تقريبا 70 حبة اولا بهاد القدر هذا، غنقيوه ونغسلوه، غنقيوه ونغسلوه، هذا القدر كافي للرضع. غنغسلو، نمشي نغسلو ونقيه مزيان ورجع نحطه في الكاس ونوريكم الطريقه ديال الاستعمال ديالو امتى كنعطيوه. رجعت من بعد ما نقيت هذه الكميه وحطيتها غسلتها فحضرتها في الكاس، فغادي نوضعوا عليها الماء يكون ساخن. بالنسبه للماء اللي كنستعملوه للاطفال دائما كيكون ماء معدني، يعني ما كنستعملوش اليوم ماء ديال الصنبور، ما كنستعملوش نهائيا، تنستعملو اليوم الماء المعدني. غادي نغليوه مزيان نحطوه يطيب، وتا اللي ما عندوش الماء المعدني ممكن يستعمل الماء ديال الصنبور بشرط انه يكون كيسخنو مزيان عاد يخليه يبرد عاد يعطيه للاطفال حتى بالنسبه لهم كيبغيو يشربوا. فغنستعملو ماء ساخن جدا كيف قلت لكم، غيولي على هذا الشكل، يعني ماشي تيطلق بزاف، غير على هذا الشكل كيولي. غنصفيوه وبالنسبه للكمون الصوفي راه عنده العديد 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 من الفوائد، وايضا فيه معادن اللي هي ضروريه بالنسبه للاطفال كمعدن السيلانيوم ومعدن الزنك، فيه فيتامينات عديده كفيتامين بي 12، وايضا فيه الكالسيوم وفيه العديد العديد من الفوائد. فما تردوش تعطيوا الاطفال كيف قلت لكم قبل، وياخذوا حتى الكبار لانه مهم ومهم بزاف. هذا الكمون الصوفي راه معجزة متواجدة على الأرض. شوفوا استعملوه وعطيوه للأطفال. غنستعملوه اليوم في الرضاعة من بعد ما يكون دافي أو بارد، وقدروا تستهلكوا الرضع ونعطيوه ليهم في الرضاعة. ما غاديش ياخذوا هاد الكميه كلها بطبيعه الحال، غادي ياخذوا ما يعرفوا القياس ديالهم غيشربوا صافي. كنقيسوه هنايا باش كنعرفوه واش سخون ولا لا. كنستعملوه هاد البلاصه لان حساسه بزاف. كنتمنى يكون هذا الفيديو عجبكم، ويا ربي يا ارحم الراحمين يشافي كل مريض. وهذه بالنسبه لهذا الكمون الصوفي، فهو ما كنستعملوش في حاله المرض، ولكن كنستعملوه بشكل دائم لانه ضروري ضروري للاطفال، كيخلصوا من جميع المشاكل اللي ما يمكنش ننتبهوا ليها. شكرا لكم على التتبع ديالكم، وشكرا على القناه لان الصراحه بقات تكبر بكم وليكم ان شاء الله نبحث لكم في جميع المواضيع. عفوا نسيت نختم الفيديو. بالنسبه للعشبه الثانيه اللي هي ضروريه من التواجد ديالها، فهي الكرويه، ايضا هي صيدليه للتواجد عند الاطفال. باش ما يجيش الفيديو طويل بزاف، غادي نتحدث لكم على الكرويه والمنافع ديالها وكيفاش الطريقه. بالنسبه للطريقه ديال الاستعمال ديالها تقريبا نفس الطريقه ديال استعمال ديال الكمون الصوفي، يعني كناخذ واحد القدر بهذا الشكل وكنصايبوه للاطفال، فهي ايضا تحتوي على جميع المنافع اللي ذكرتها قبل، وفيها العديد والعديد من المنافع بالنسبه خصوصا في الانتفاخات وفي القولون ديال الاطفال. بالنسبه للعشبه الثالثه فهي كارفوها نافع وخصوصا نافع البلدي. انا ما عنديش البلدي ولكن خصوصا نافع البلدي، فهو كنستعملوه للاطفال. بالنسبه لهاد الاعشاب هادو فهما ضروريين للاطفال، وفي التواجد ديال الاطفال كنشريو الكرويه الكمون الصوفي والنافع، ضروري يكونوا متواجدين مع بعضياتهم. بالنسبه للناس اللي كيسولوني واش ممكن نخلطوا ما بين ثلاثه الاعشاب، نعم ممكن ناخذوا شويه بهذا الشكل ديال الكرويه، نغسلوها نفس الطريقه، ناخذ شويه ديال الكمون شويه ديال النافع
وناخذو. بالنسبه للنافع راه هضرت عليه في فيديو سابق كيعالج الانتفاخات، كنستعملو حتى الكبر، يعني هضرت على المنافع ديالو وغنحطها لكم في صندوق الوصف. ايضا النافع كيستعملوه في علاج الانفلونزا، والانفلونزا الحاده اللي كتكون دابا متواجده وخطيره تستعملوا فيها النافع، لانه كيقيم النزلات ديال البرد. يعني هاد الاعشاب هذه ماشي ثانويه، ولكن هي اوليه، خاصها تكون عند اي طيب، عند اي بيت، بس عاد خصوصا اذا كان عندهم اطفال، وخاصها تكون متواجده للاطفال والكبار، فهي ضروريه. يعني هذه هضرت عليها بلا ما نهضر عليها. بالنسبه للكمون الصوفي هضرت معاكم على المنافع. الكرويه واخا نهضر على المنافع رغم بلا ما نكثر الفيديوهات، نهضر لكم على المنافع ديال الكرويه. بالنسبه للكرويه فهي ايضا عند المنافع اللي ذكرت سبق ليا وذكرت في الكمون الصوفي، وممكن نقولوا بان كل 100 غرام ديال الكرويه كتحتوي على 38 غرام من الالياف، والالياف كنعرفوا بانها ضروريه اللي بالنسبه للناس اللي فيهم السكري، او ايضا كتقينا من مرض السكري. اذا وايضا فيها مضادات الاكسده اللي هي كتعالج على العلاج المعده والامعاء، تحتوي على كميه هائله من الفيتامينات كالفيتامين بي وفيتامين ا وفيتامين سي وفيتامين او. يعني فيتامين سي حنا كنقلبوا عليه في هذه الفتره ديال البرد، وكنعالجوا به العديد من الامراض، فهي متواجده في الكرويه بكثره. ايضا تحتوي على زيوت، وهذه الزيوت كتساعد في علاج الجسم من جميع الامراض الجلديه. ايضا فيها الخاصيه اللي ذكرت، اللي هي كتقي من الانتفاخات، من الغازات، بلا ما نعاود الفيديو، واللي عنده مشاكل ديال القولون ضروري ما يستعملوا هذه الكرويه هذه. فكيف سبقت لك قلت لكم ما فيهاش اضرار، يعني غتستعملوها. وايضا تقي من الكوليسترول الضار، حمايه كتحمي القلب، والعديد من الفوائد. ايضا تستعملها الام، كيستعملوها النساء اللي عندهم مشاكل في الدوره الشهريه، فهو مسكن للالام. اذا في العديد من الفوائد، ناهيك عن المعادن اللي هي فيه متواجده بكثره، كمعدن الزنك، معدن السيلانيوم اللي كيحتاجوه الجسم بكثره. شكرا لكم، وبلا ما نطول عليكم فيديو حتى فيديو اخر، ونعاود نذكر لكم المنافع. شكرا لكم بزاف، وفيديو اخر ان شاء الله.